انا بجد مش عارفه مين اللي يقدر يعمل العمله دي، بجد انا مش قادره اصدق نفسي. فاش حاجه، مصيرنا نعرفه. ان شاء الله هنعرفه. اللي احنا مش قادرين نصدقه بصحيح ولا عارفينه، ازاي واحده محترمه من بيت كبير تعمل العمله السود اللي هي عملتها دي؟ سوري مش فاهمه. سقط نفسها يعني. بقولك انت وهي، انا جايه هنا عشان اطمن على مروان، مش عايزه خالص اي حاجه تخص لبنى تتكلموا فيها. وبعدين انا عايزه افهم، اللي عمله ابنك كان حلو ولا اللي عملته بنتك لطيف؟ لا مش لطيف، انجدي للحق. اللي عملته بنتي يا اختي عشان ابنها مات مقتول اتجننت، وانت عارفه لا مؤاخذه المجنون ممكن يعمل اي حاجه. بس اللي مش مفهوم بقى واللي مش قادرين يصدقوا ان بنت اخوكي تروح برجليها للدكتور وتسقط العيل اللي ببطنها، ولا ايه جبريه يا اختي؟ يا والله صدقت يا كريم، ده انا قلبي اتقهر عليها يا اختي. يا عيني. خلاص باي باي. تشكري هالزيارة والله، وعوديها. ها ان شاء الله باذن الله لما تعوديها هتلاقينا ماسكين اللي عمل العمله السودا دي وجايبينه هنا وشادينه من رموشه. رموشه او شعره. Very nice. بالسلامة. اكسكيوزك معاكي يا اختي. تعالي نكمل القهوة. أستاذ عزة شخص محترم جدا، وأي حد تبعه إحنا علينا ليه. أنا متشكرة جدا. قولي لي بقى، إيه اللي أنت عايزة تعرفيه؟ يعني أنا أحب أعرف كل حاجة عن المكان اللي هشتغل فيه. تمام، انا ممكن اجيب لحضرتك ملف في كل البيانات اللي انت عايزها، عن تاريخ الشركه وحجم استثمارها والاسهم المطروحه في البورصه كمان. طب كويس قوي، يا ريت. بس انا عايز افهم، ايه دخل ده في الشؤون القانونيه؟ طبعا كل الناس فاكره الشؤون القانونيه دي ما بتعملش حاجه غير انها تخصم الموظف. موظف اتحول للتحقيق، موظف عنده شكوى، بس الحقيقه انا الموضوع بالنسبه لي حاجه تانية خالص، مجرد الحاجات دي. تمام، بس انا عايز افهم. بص يا سيدي، الشؤون القانونيه دي ما ينفعش ان انا اكون بشتغل فيها وانا باخد قرارات غلط. ما ينفعش اخد قرار على اساس ان حد قدم لي ورقه من موظف شكوى في موظف تاني، او تصرفات موظف مع عميل مش مناسبه. ما ينفعش اخد قرار غير لما اعرف الناس كلها بتعمل ايه، وابقى متدخله في تصرفات الموظفين كلهم وعلاقاتهم ببعض. ممكن حد يقدم لي شكوى في زميل يكون ظلمه، اخد قرار على اساس ايه؟ لازم اتدخل في كل حاجه وابقى فاهمه عشان لما اخد قرار ابقى عارفه ان ده القرار الصح. عندك حق، ومعاك انك لازم تبقي فاهمه كل حاجه عن المصنع، بس احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي الترافيس اللي احنا بنحاول نطلعها علشان نعمل المزرعه. المزرعه دي بنستهدف منها انتاج 36,000 طن لبن سنويا. هو انا ممكن اعرف حجم استثمارات الشركه؟ احنا خلال الاربع سنوات اللي فاتت استثمرنا حوالي 600 مليون جنيه. مين قال لك اننا عايزين نبيع؟ الكلام ده مش مظبوط، الا اذا كان في حد قال لك وانت مش عايز تقول. احنا ما نبيعش الارض ابدا، احنا ندفن فيها ولا نستغناش عنها، واللي قال لك كده كذاب. السلام. هاي، ازيك؟ على فكره انا سالت عليك في البيت، قالوا لي انك مش موجود، وكان نفسي اروح لك، بس انت عارف ريتال بقى ما بتطقناش. انا رحت اطمن على اخوك. رحت تطمني عليه عايش ولا ميت؟ لا بجد اخص عليه، اخوك ده طيب قوي فعلا، وكنت بجد رايحه اطمن عليه. في حاجه عايزه تقوليها؟ بصي بصراحه انا عايزه اقول لك حاجات كتير قوي، بس انا خايفه، خايفه اوقع بينك وبينه، وخاصه في الظروف دي. قولي اللي عندك انا سامعك. تمام، انا هقول لك دايركت. انا ما بحبش النفر والدوران. من قعدتي معاه النهارده يعني حسيت طبعا والله اعلم ان هو مش عايز اي حد كبير معاه، بيدي كل اللي حواليه كتف كده. وانت جاي عشان تساليني هو في ايه في دماغه، مش كده؟ روح
روحي اسألي عادل، هو أكيد عارف، وأكيد كمان مش هيخبي عليك حاجة. لا أنا مش هسأل عادل، عشان عارفة إن هو مش هيقول لي أي حاجة. أنا جاي أسألك أنت يا حسن. ما تقوليش كده. عادل لو سمعك هيتضايق، ولو عرف إنك مش واثقة فيه يزعل، وعادل زعله هيفش. أقصى عليك، لا طبعاً أنا واثقة فيه جداً، أنت حبيبي. عادل ذكي جداً، بيفهم في كل حاجة على طول، بس هو يعني دماغه مش زي مروان. دماغ مروان سم. طب أقول لك على حاجة؟ أنا يعني عندي إحساس قوي جداً إن مروان هو اللي دبر موضوع قتله ده. إيه؟ هيجيب حد يطخه عشان يموته؟ مجنون إياك. وهو مات؟ ما ماتش؟ ده هو خدش قد كده. عارف عمل كده ليه؟ عشان يلم كل الناس حواليه ويرجع يؤمر وينهي زي الأول. يرجع الكبير يا حسن. جايز. طب أقول لك على حاجة كمان تأكد لك أكتر؟ قول يا ست الكل. المحامي عارف مروان عمل ايه؟ خلى كل الورث بتاع ابوك باسمه هو. مروان زور كل ورق الورث، والورق ده عند المحامي، خلى كل حاجه باسمه. وعلى فكره انا رحت للمحامي حاولت اخد الورق بس هو ما رضيش. وضحت مروان بيدفع له جامد قوي. وانا يعني عندي راي، يتهيأ لي يعني انت لو رحت للمحامي وظبطته هيديك كل الورق. انا لا يهمني ورق اتلعب فيه ولا ارض هو حاطط يده عليها. أنا طريقي رسمته وحمشي فيه للآخر، وأنت ريحي نفسك، لأن حسن خلاص ما عادش يتلعب بيه. ليه يا حسن بتقول كده ليا؟ أنا مش جاي ألعب بيك خالص. جاله زمان ما تصدقش اللي يخدعك مرة، جاله كمان اللي يوجع في الفخ مرتين يستاهل كل اللي يجراله، واللي أنت عملتيه أنت وأخوكي يخليني ما أمنلكيش العمر كله. أوكي، بس أتأكد من كلامي الأول. مين قالك اللي أنا مش عارف؟ هو انت عارف وساكت؟ عارف ايوه، انما ساكت لا. حسي هتسمعي في الوقت المناسب. ريحي انت نفسك وروحي ارمي نفسك في حضن عادل، قولي له انك بتحبيه وانك ما تقدريش تستغني عنه، وان كل حاجه في حياتك خليه دايما شايفك وراه ومعاه. سيبوش لحظه لحسن دماغه تهرب منه. انت تقصد ايه؟ اقصد ان كل الكلام اللي انت قلتيه ملوش عزة عندي، ما عدا كلمة واحدة بس هي اللي صح. اللي هي؟ مروان مش هيسيب حد يفلت من تحت يده، وعايز الكل تحت رجليه عبيد بما فيهم عادل. خدي بالك انت من نفسك، لأن طالما عادل راح له برجليه يبقى أكيد مروان سحبه ناحيته. إذا كان عادل يعني عينيه في وسط راسه دلوك، أكيد مروان هياخد منه كل حاجة وهو مش دريان. مروان أخوي وأنا عارفه، وعارف هو ممكن يعمل ايه. فنصيحة مني، لو هتنامي نامي عينيكي مفتحة، لأن المرة دي وجعتك هيبقى ملهاش قومة.